هذا المناطق مسكنها، مسكن أبانا وأجدادنا من قديم الزمان، اليوم احترمنا منها. حادثة مقتل الشيخ سعد بن حبريش شيخ مشايخ قبائل الحموم. كان هم هذه البلاد حضر الموت وما حولها. قادمة أيام عليكم تحتاج إلى الحكمة والشجاعة معا. نحن حاليين في مطار الرجال، هذا هو مطار السيطرة كاملة على هذا الموضوع. للجنة باب يدعى الريان، ولأن حضرموت قبس من جنة فقد كان لها ريانها الخاص. منه وإليه انطلقت فتوحات المؤمنين بتاريخهم واستحقاقاتهم في حلف عظيم، معلنين بداية جديدة لفردوسهم المنتظر والفتح القريب. هذه حضرموت من بين سلاسل جبلية ليست أقل قفرا من صحاريها، انبسطت يد الأرض لتجلو في راحتها عن مدينة لها حضور الأغاني في الذاكرة لحضرة صوفية في القلب. وإذا ما جئتها غازيا ستخط في معصمك سورا من أحقاف لممالك وسلطانات ذابت هنا وتلاشى غبارها في حضرة الموت وهي تردد حضرموت حضرموت، بينما بقي دوام الحضور لأبناء الأرض من تلونوا بلون التربة والماء والجبل والجبروت فكانوا عصاة في وجه الانكسار والفساد. وبعيدا عن تاريخ حضرموت القديم، يأخذكم هذا الفيلم إلى البداية الجديدة والأكثر حداثة لهذا الوطن بذواته ونضالاته المريرة. حمل الرابع من يوليو للعام 2013، مشعل البداية الجديدة والحضور المعلن لحضرموت بعد سنوات من استبداد الموت والفساد وكل ما هو غير حضرمي. من هذه القفار والفياف الجرداء في غيل بنيومين تشكل نهار الحلم معلنا ميلاد بطل جديد عرف بسعد بن حبريش. الشركات حيطت بناء، قلنا الأرض هذا محرمة ما حد يدخلها. ورث سعد من جده الأكبر جينات الرفض وعدم الخنوع، جينات لا يمتلكها إلا الكبار، إذ قتل جده في معارك مع السلطان القعيطي، وهو درس استلهم منه سعد معنى أن تكون الأرض ملكا لأصحابها ليخرج في الناس مؤذنا بالثورة والنضال ويأتوه من كل فج عظيم. الشركات بالنسبة للمواطنين ما استفادوا شيء منها، لا من أعمال ولا من طرقات ولا من صحة، ما دعمت المنطقة بأي شيء ملموس ويعرفه عنا الناس. هذه التصريحات غادت الشرارة الأولى لعصيان وطني تفجر منه حلف قبلي في توض عظيم التف حوله أبناء حضرموت من كل صوب وحدب. رفع كافة النقاط من الطرقات والقرى والمعسكرات من المدن. تحدى سعد مخالب وأنياب شركات تجذرت في النهب تحت إمرة مصاص النفط والثروة والدم. كان دم سعد أول ما امتصته أنيابهم. هذا المناطق مسكنة، مسكن أبانا وأجدادنا من قديم الزمان، اليوم احترمنا، اليوم احترمنا. في الثاني من ديسمبر من العام 2013، أي بعد أشهر قليلة من إعلان وثيقة ثورتهم الجديدة في لحظة استحقاق وطني وعشته جميع المدن شمالا وجنوبا باستثناء حضرموت. فإن هذا المصاب مصاب جلل وعظيم على هذه الأمة، كل من علم بهذا المصاب مقتل المقدم سعد ورفاقه أصيب بهم وغم وحزن شديد. كراهية تستدعى كل القبائل
ويستدعى كل الناس المثقفين سواء كان من اعضاء مجلس النواب من وزراء من ناس موجودين، لاننا حضرموت بحاجه الكل، ولا بد من جمع الكلمه والتلاحم وقته. اغتيل سعد بن حبريش واستحالت جغرافيا حضرموت الى مصيده كبيره لاغتيال المزيد من الارواح المدنيه والعسكريه في محاوله مبكره لوأد المشروع الحضرمي، غير ان ما كان فردا استحال الى جماعه. كان لوقع اغتيال الشيخ القبلي سعد تأثير صاعق على جماهير حضرموت ونذير شؤم لقادم مجهول وأكثر مأسوية، غير أن الأرض وهي تحتضن رفاته وربت وأنبتت من كل قلب شهيد فدائيون كثر كان سعد مصدر إلهامهم نذروا حياتهم للقضية التي حمل قائدهم مهدها المضي. وعلى خطى المؤسس تسلم المقدم عمرو بن حبريش ابن الشهيد المقدم علي بن حمد بن حبريش العلي شقيق الشهيد سعد بن حبريش، والذي استشهد في 1998 في جولة الريان في عملية اغتيال دبرها النظام اليمني للتخلص من الرجل الذي كان شوكة في حلوقهم بعد انتصارهم في صيف 94. في هبة قبلية ومدنية مسلح ومدني أنجبت حضرموت أكثر من سعد، تسلم المقدم عمرو بن حبريش راية المعركة ليحفر بالبندقية ومعه شباب حضرموت السطور الأولى لتاريخ كان وادي نحب مستهل هذا التحول فيما لا يعرف لهذا الفردوس نهاية، تقول الشواهد وتؤكده أرض حبلى بالرجال وبالنضال. كانت هبة فدائية لنصرة سعد بن حبريش الذي اغتيل بدم بارد قبل أن تصبح هبة لاستعادة كامل التراب الحضرمي ومنحه استقلالا ذاتيا يليق بطموحات أبنائه ويتفق مع ما تزخر به حضرموت الأرض والإنسان من خيرات وثروات تركت لعقود هدرا لقوى الفساد والفيل. ثلة من شباب حضرموت ورجال قبائلها علقوا أرواحهم على طرقات وطنهم الأم في سبيل استعادة سيادته، تنفيذاً لما جاء به سعد من ذكر حكيم واستكمالاً لتنفيذ الأهداف التي قتل من أجلها والضغط على قوى النفوذ للمضي قدماً في تنفيذ قرارات الهبة الحضرمية، غير أن اغتيال سعد لم يكن سوى قطرة زيت رماها الأعداء في جحيم جهز بنار هادئة لإحراق حضرموت من الداخل حتى يخلو لهم وجهها وترابها، وكان تنظيم القاعدة الوجه الأسود لهذه النيران. صورتها اللحظة باللحظة. من المكلا كشف الأعداء عن قناع تنظيم القاعدة المتطرف ليعلن الأخير عن المكلا مقرا لخلافته الإسلامية. بدأت جموع الناس بمغادرة المكلا والمناطق المتاخمة فرارا من مخطط بدا واضحا للجميع. في وادي نحب التقت الجموع ثلة من الشباب الساخطين على حضور القاعدة وأعمالها الإجرامية، مقاومة حضرمية وحلف قبلي يحملون على أكتافهم راية مشروع أشعل جذوته الشيخ سعد، تعاضدوا وتعاظموا وتكاثروا من مشارب وانتماءات مختلفة وهبوا كالسموم لمواجهة عناصر القاعدة، الطعم الذي ألقي لابتلاع حضرموت قبل أن يقطع دابرها. ترك رجال الحلف لوحدهم في مواجهة القاعدة، كما تركت شركات النفط دون حماية
ليس لانهيار السلطة المركزية آنذاك فحسب، بل تهيئا لتسليمها إلى القاعدة كمشروع بدأت خطوطه تتضح أكثر وأكثر منذ اغتيل الشيخ سعد إلى إيداع المكلا في جعبة القاعدة. ولأن حضر موت واسعة كالسماء، سيتعين على رجال الحلف إيجاد طريقة لمضاعفة أعدادهم بما يكفي لتأمين كامل لهذه الجغرافيا المترامية والمنشآت النفطية خصوصاً، ودحر ما بقي من خلايا التنظيم. كانت الفرصة سانحة لأبناء حضرموت ليسطروا تاريخهم الحديث بما يتفق وطموحات رؤية الشهيد سعد، إذ أن واقع الحال نفسه يشير إلى أهمية تشكيل مؤسسة سيادية عسكرية تتسلم المناطق المحررة من حضرموت وتستكمل دحر فلول القاعدة. تشكلت قوات كان قوامها من شباب حضرموت، وتم تجهيزهم بالإمكانيات والتدريبات اللازمة للحفاظ على أرضهم وثرواتهم، وهو ما سيتحقق تاليا. ومن رحم هذه الرؤية ولدت النواة الأولى للنخبة الحضرمية. من نحب وبإشراف الحلف توالت مجاميع الشباب دفعة تلو أخرى إلى معسكر الخالدية، حيث خضعوا للتدريب النظامي بعد أن وفرت دولة الإمارات في التحالف العربي الإمكانيات الملائمة للتدريب والجاهزية القتالية. المسلحين القبليين محاصرين المعسكر من كل الاتجاهات. تلك النقطة مسيطر عليها برضها قبائل الحموم المرتفعة على تلك الهضبة التي ترونها الآن أمامكم، مسيطر عليها سيطرة تامة من المنفذ الجنوبي لمدينة المكلا. في 24 من إبريل للعام 2016 كان الخلاص العظيم والفتح المؤزر. احتدمت المعارك كتائب نظامية تابعة للنخبة، مزيج متجانس ونظامي من رجال الحلف والمقاومة الحضرمية في مواجهة جيوب تنظيم القاعدة الإرهابي. وبغطاء جوي إماراتي أعلنت القوات تحرير مدينة الشحر ومنها إلى مطار الريان، قبل أن ينهمر غيث الخلاص على كافة مدن ساحل حضرموت وصولا إلى المكلا، حيث تنفست حضرموت صعداء الحرية والسلام والنصر المبين. أعلنت حضرموت خالية من القاعدة بسواعد أبنائها بعد معارك طاحنة راح ضحيتها خيرة الرجال.
تبقى أمام الحلف سوى البحث عن حامل سياسي للمشروع الوطني وللتضحيات المقدمة التي بدأها الشيخ سعد بن حبريش. في لقاء موسع اتفق الجميع على إنشاء مؤتمر حضرموت الجامع ليصبح لسان حال الحضارم والحامل لمشروعهم ورؤيتهم واستحقاقاتهم القادمة بعد عقود من التهميش والإقصاء. بهذه الرؤية الواحدة تمضي حضرموت قدما كأكثر المدن أمنا وتعطشا للحياة والحب والحضور المؤسسي، وبعيدا عن حالة التشظي التي تعيشها كثير من المناطق، بقيت حضرموت خارج دوائر النزوع الشخصي، إذ ركل أبناؤها بكل ما من شأنه تدمير الروابط والبناء الاجتماعي للمحافظة واستحقاقاتها الوطنية.